مساء الخير والجمال عليكم وحلقة جديدة وإن بوكس. النهاردة مش حلقة جديدة بس حلقة مختلفة بكل ما تحمله كلمة مختلفة من معنى. قبل ما نتكلم على فقراتنا النهاردة خلونا نسلم على المذيعة اللي موجودة معانا نوران. ازيك يا عم؟ عاملة إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله تمام. إيه الأخبار؟ كله كويس. حلو؟ أنت عاملة إيه؟ أنا كويسة جدا الحمد لله. باين ما شاء الله. مبسوطة ومرتاحة والحمد لله، يعني بنحاول إن إحنا إيه ندي للسادة المشاهدين طاقة إيجابية. إيه ده، أنت لقيت حد بتاع طاقة؟ جي منه طاقة. نحط القلش على جنب ماشي ونبدأ حلقتنا. خلاص خليها على جنب. اوكي، زي فعلا ما عمرو قال النهارده هيبقى معانا فقرات دايما بتبقى مختلفه ومتنوعه. الساعه الثانيه من انبوكس هينورنا المستشار احمد فوزي حجازي عشان نتكلم معاه في انبوكس بعد المداوله عن انواع الطلاق وايه الاسباب اللي السيده بتقدر تستند اليها في المحكمه امام القاضي لرفع دعوى الطلاق، وتفاصيل كثيره جدا واستشارات قانونيه واسئله هنجاوب عليها انتوا بعتوها لنا على الصفحه الرسميه لانبوكس على الفيسبوك. دي الساعة الثانية من إنبوكس. صحيح. أما الساعة دلوقتي الأولى من إنبوكس هنتكلم معاكم في الفقرة الأخيرة عن مبادرة لطيفة جدا ومهمة جدا، وهي مبادرة قد التحدي، ويمكن هي عبارة عن مساعدة المكفوفين لتعليم التصوير الاحترافي وإزاي يقدروا يعملوا جلسات تصوير بدون الاعتماد على الحاسة الأساسية وهي حاسة البصر. ممكن نعتمد على حواس أخرى تساعدنا إن إحنا أو تساعد المكفوفين وفاقدي البصر ان هم يتعلموا التصوير. صحيح، عشان كده قلنا لكم فقرات مختلفه، فاي حد من الساده المشاهدين كده بيفكر طب هو التصوير بيعتمد على النظر، طب نرجع خطوتين كمان في التاريخ هتلاقوا بيتهوفن الف اهم مقطعاته الموسيقيه وهو ما بيسمعش، اصم. فحد اصم بيالف مقطوعه موسيقيه بتغزو العالم وتفضل عايشه معانا سنين، اكيد تجربه التصوير الفوتوغرافي او تجربه التصوير عامه ممكن حد يخوض التجربه ويكون عنده النوع ده من الاعاقه وهي الاعاقه البصريه. الموضوع يعني انا متاكد ان الناس كتير مش هتبقى متخيله، لكنه مهم جدا لانه ده بيوصل رساله مهمه انه انا ما اقدرش لو في حاجه انا بحبها ونفسي اعملها لكن عندي اعاقه بتمنعني من تنفيذ الموهبه دي او الحاجه اللي انا بحبها، الدنيا مش هتقف عليها، بالعكس انا ممكن استبدل او يكون ليها بدائل اخرى كتير، وده هو اسمه التحدي فعلا. المبادره اسمها قد التحدي. نماذج كتيره جدا ملهمه في المجتمع المصري وفي العالم بتشجع الناس ان هي تعمل دايما المختلف والجديد. عشان كده الموضوع ده هيبقى مهم جدا، تابعونا لاخر الفقره عشان نعرف اكتر من خالد فريد، دكتور خالد فريد عن مبادره. صحيح، وخلينا كمان أقول لكم إن أنا يمكن من سنتين أو من فترة كده كنت معاهم، كنت مراسل بقى صغير وأنا لسه صغير لحد دلوقتي يعني طبعاً الحمد لله. طبعاً طبعاً. ربنا يكبر بخاطرك. فمريت بالتجربة على أرض الواقع وكانوا بيصوروني، الموضوع لا الموضوع مختلف خالص، عشان كده قلت لكم الحلقة دي مختلفة. يمكن عندنا دكتور مصري الدكتور نزيه رزق، ده طبعا شهرته بقت بره مصر وجوه مصر، وخد جايزة كينيدي لتحدي الإعاقة وشارك في 60 معرض، ده من أبرز المصورين الفوتوغرافيين وهو عنده الإعاقة البصرية. فالفقرة الأخيرة هنتكلم بقى براحتنا بقى وهتشوف فقرة مختلفة حلوة قوي. أما دلوقتي بقى فأنا متشوقة جدا لموضوع فقرتنا وهي عن التنمر التكنولوجي أو الإلكتروني المنتشر الأيام دي بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وخصوصا انه اقربها يعني يمكن وقعت الفنان المحبوب شريف منير وبنته او بناته لما حطوا صوره على الانستجرام، وناس كتيره قوي قابلت الصوره بكم تنمر وانتقاد واحكام، اصدار احكام غير مبرره وغير منطقيه بالمره. ظواهر كتيره قوي بنشوفها على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن لان ده بيسمح للمتابعين ان هم يصدروا احكام ويعلقوا بتعليقات سواء ايجابيه او سلبيه للفنان، لانه عارف ان الفنان هيقراها وهيتابعها كنوع من انواع التفاعل الالكتروني على منصات التواصل الاجتماعي. يمكن كمان هو تجاوز مرحله التنمر ودخل في الاساءه والسباب والتعليقات بالزبط الغير لائقه، وكده كده هو الموضوع خارج اطار المشاهير كمان من الاول. شفنا هنا استعرضنا في انبوكس اكتر من تجربه زلابيا لو تفتكروها، العروسه الجميله الطيبه اللي جوزها سابها تاني يوم بعد ما صورها انتشرت عشان كان الميك اب بتاعها معرفش فيه مشكله ولا ايه، ورجعوا تنمروا على جوزها بعد كده، يعني تنمروا عليها وعلى خطيبها، يعني كان الوقت ده كان خطوبه. فكمان في وقع كمان لو ترجعوا كام يوم ورا هتلاقوا اخت محمد رمضان وهي بتتجوز الناس بتتعلق على الميك اب على لون بشرتها. انا مش عارف الموضوع
بص صادم. بقى يا عمرو يعني صادم. الموضوع صادم جدا، ولو كلمنا عن واقع واقع وهو اكيد الوقت مش هيسمح، لكن لو فرضنا مثلا ان احنا خدنا واقعة اخت الفنان محمد رمضان في فرحها، دي عروسة ولابسة فستان فرح، وطبيعي جدا ان الناس تهنيها وتبارك لها على جوازها، لكن ان انا اسيب الموضوع كله وابص على شكل معين هي ملهاش ايد فيه سواء هي او غيرها. يعني احنا من ساعة ما بنتولد لا بنبقى مسؤولين عن اللون او عن الطول او القصر او التخن او الشكل، لان دي خلقه ربنا. ففي الاخر لما باجي اتنمر انا مش بتنمر على الشخص ده، انا بتنمر على خلقه ربنا اللي ربنا صنعها عشان تبقى على الارض دي وفي الدنيا دي. فده نوع من انواع عدم الايمان بالله وبنعم ربنا علينا. لكن انا لما باجي اوجه انتقاد لحد، انا ممكن اوجه انتقاد لحد لو انا من حقي انتقد، اوجه انتقاد لشخصيه معينه، لشخص، للشخص نفسه، على اسلوب، حاجه معينه غلط كبير قوي هو عمله، لكن ابدا ما اتدخلش على شكل او خلقه ربنا. دي حاجه الناس انا ما اعرفش ازاي بيعملوها، لان احنا كلنا مش المجتمع كله والعالم كله في الابيض وفي الاسود وفي التخين وفي رفيع، في اختلافات لازم نتقبلها. ما ينفعش ان انا عشان بشرتي فاتحه اتضايق من اللي بشرته غامقه، والعكس صحيح. وما ينفعش ان الشخص اللي يكون عنده مثلا متعدد الثقافات ومتعدد اللغات اقلل من الشخص اللي هو ربنا ما ساعدوش ان هو يتعلم وعنده الثقافه دي. فاهم قصدي؟ صحيح صحيح. الرأفة والنظر برحمة للشخص الآخر منيش كمان ضد البني آدم أو بكره البني آدم لذاته، لا، أنا ممكن أعترض على زي ما كانت نوران بتتكلم تصرف، أنا ما عجبنيش التصرف ده منك، إنما لونه يعني أنا مالي بلونه، يعني مش عارف لونه طوله يعني بالظبط. وممكن مع الوقت يا عمر انه يعني ما ممكن الشخص اللي كان بيتنمر كان هو يبقى اللون ده صحيح، صح؟ او يبقى الشكل اللي ربنا خلقه بيه او صحيح. باعاقه معينه. هو ربنا اصلا خلقنا كلنا مش على درجه الكمال، فكل واحد فينا عنده النقائص بتاعته. كل واحد لو هناخد بقى بقوانين التنمر والبتاع ما فيش حد فينا هيبقى سليم، كل واحد فينا هيبقى فيه عيوبه طبعاً. وفي المبررات اللي تخلي الاخر يبقى ناكل في بعض بقى، يعني كل واحد يمسك من وجهه نظره اللي شايفه عيب، ما هو الطويل شايف القصير عيب والقصير شايف طول عيب وهكذا. فهي القصة كلها أذواق، ما تقبله أنت قد لا يقبله غيرك، وفي نفس الوقت ما تنكرش اختيارات غيرك، كل واحد بيختار المناسب ليه الأفضل ليه. أنا لو ارتحت لشخصية لو كل الناس قالت عليها وحشة ولا كأني سمع حاجة، ده ياخدنا لردود أفعال الفنانين. في فنانين بيتجاهلوا، وفي فنانين بيمسحوا التعليقات المسيئة، وفي فنانين ما بيردوش ويعملوا بلوك أو غيرهم، يعني حتى فنانين أو غير الفنانين. شريف منير قرر إن هو يلجأ للقانون. أنا عجبني جدا رد فعله جدا، لأنه مبدئيا زي ما أنت قلت يا عمرو يمكن في تصرفات كتيرة قوي الفنانين بيضطروا يلجأوا لها في حالة التعليقات السخيفة، لكن كمان في حاجة مهمة جدا وهي الاكتئاب اللي بيسببه التواصل الاجتماعي والتعليقات السلبية للناس، ممكن توصل ان الشخص ده سواء شخصية يعني انفلونسر مؤثر في المجتمع او ممثل او فنان ايا كان، ان هو يعتزل المجال الفني او يعتزل السوشيال ميديا كلها او يتأثر نفسيا ويكتئب. فده يا جماعة بيأثر بشكل كبير جدا على البني آدم، لأنه في الأول وفي الآخر هو بني آدم، هو بس اللي بيميزه أنه مشهور وبيعمل لكم أعمال تمتعكم وتبسطكم وانتوا قاعدين في البيت. يمكن لما الفنان شريف منير عمل بقى حاجة مختلفة خالص، عمل سكرين شوت للواقعة دي أو التعليقات السخيفة وبلغ عنها وعمل محضر بيها، وده يقول أنه لا، أي حد هيتعرض للتنمر أو للتعليقات السلبية أنا هياخد حقي بشكل قانوني، مفيش حاجة تزعل حد في الموضوع ده. ده كان موقف جريء بالزبط. بس هو يعني الفنان شريف منير أو أي فنان وصل لمرحلة النضج هو عارف إن هو بيتشتموا وبيتنمروا عليه، و حتى أي حد بيمسك أي منصب عارف إن السوشيال ميديا عدله بالشكل ده ومتعود. إنما الأطفال الصغيرين ليه يتحطوا في مواجهة النقائص اللي عند البشر او عند المتنمرين بالشكل المباشر بالزبط. ده هم ما عندهمش الوعي ولا القدره ان هو يقول لا ده شخص مسيء او ده شخص عنده عقده نفسيه هو او ده او في جزء من المجتمع بيبص بالطريقه دي، فهم ما عندهمش الفلتر ده ما يقدروش فممكن ده يسبب لهم مشكله نفسيه من الاساس صغرهم. من صغرهم بالظبط. وعايز اقول لك على حاجه عمري يمكن كتير قوي من اطفالنا لما بيدخلوا المدرسه بيبقوا يعني طيبين وعادي سلوكهم طبيعي، لكن احيانا بيبقوا بسبب التنمر بيبقوا عدوانيين جدا، بيبقوا اكثر عدوانيه واكثر تنمرا صحيح. لانه ممكن طفل يدخل المدرسه يبقى مختلف عن زمايله،
زمايله يتريقوا عليه، يتنمروا عليه، اللي يحصل ان هو مع الوقت عايز ياخد حقه، عايز يرد، فبيبقى اكثر حده واكثر عدوانيه، وممكن هو اللي يبدا بالتنمر على الاخرين. يبقى اذا ان التنمر ده اثر بشكل سلبي جدا على نفسيه الطفل، برغم انه كان ممكن يطلع شخصيه مختلفه، شخصيه ايجابيه مؤثره في المجتمع. بس شوفي بقى الحاجات كمان القدريه، مش هنقول لون ولا مش لون، يعني عندنا رامي جمال لما اصيب بالبهاق ده مرض، يعني انا مش يعني فكر يعني، طب يعني عايز الاقي مبرر او سبب او اي مدخل للمتنمر او اللي داخل، يعني انت مش بتتكلم على صوته او مش بتتكلم حتى على تنمر في الحاجات العاديه اللي احنا اصلا رافضينها، انت بتتنمر على مرض. مرض دي غريبه جدا برضه. اه وغيره يعني في نماذج كتيره جدا. عندنا حاله شيحه لما قلعت الحجاب، والفتره دي شوف كميه الهجوم اللي عليها، يعني لما البني ادم يحس انه مش حر، مش حر في تصرفاته، مش حر في لبسه، مش حر في قراراته، يعني هو المجتمع بيضغط عليا على السوشيال ميديا. هو الفكره كمان يا عمرو انه معلش هي السوشيال ميديا انا معموله ان هو مجتمع مفتوح على يعني على كل حتى العالم الاجنبي، لكن مش معنى ان انا اقدر اعمل تعليق ان انا اقعد احكم واصدر احكام كان انا قاضي او كان انا شيخ. انا مش من حقي اعترض او اوافق على تصرف شخص، ما هو في الاول في الاخر هو بيشركك معاه في حياته الشخصيه لان انت اللي عايز كده، لكن مش انت عشان عايز كده فانا اضايق بقى او انت تضايق الفنان او الشخص المشهور او الشخصيه العامه دي. في يعني خلينا نتكلم عن الموضوع بشكل تفصيلي اكتر يا عمر مع استاذ التعديل السلوكي الدكتوره هايدي القاصد، عشان تكلمنا عن ظاهره التنمر الالكتروني اللي سايده بشكل كبير جدا في السوشيال ميديا. برحب بيك يا دكتور. اهلا بيكم حبايبي. منورانا يا دكتور. والله منور بيكم يا عمر، انت منورانا والله. ربنا يخليك يا دكتور. يمكن احنا بنتكلم عن التنمر الالكتروني ان هو منتشر بشكل كبير جدا، وحتى الاشخاص اللي بيتنمروا هم نفسهم مش كاملين، ممكن يكون عندهم سواء عيوب في الشكل او في الشخصيه او في الثقافه اللي هم متربيين فيها. ايه سبب التنمر الشديد الالكتروني من الناس دي على الشخصيات العامه او المشاهير او ايا كان؟ بصي حبيبتي، هو القصه اساسا بترجع ان مش كل الناس بتعمل كده، هم فئه من البشر ادوا نفسهم الاحقيه ان هم يعلقوا او يعملوا اي كومنتس على الناس المشاهير. مشكله المشاهير دولت حاجه واحده بس، ان هم مشهورين وناجحين بالظبط، وبالتالي هم عندهم ميزه الناس اللي بتنتقدهم دولت بيحقدوا عليهم، ودي بتبقى نتيجه عقده نقص الشخص نفسه، دي من الاسباب النفسيه الشديده، وبتلاقيها مش بس على المشهورين، هتلاقي الشخص نفسه دوت اللي بيعلق على زي ما انتوا كنتوا دلوقتي بتقولوا على حاله شيحه او على بنات شريف منير او واتيفر، بيعلق على اسرته هو شخصيا، مش الاسره الصغيره، الاسره، على بنت اخته، على ابن اخوه، هو ادى نفسه الاحقيه انه يبدا يعلق ويفرض انتقاداته، مش عارف كويس قوي ان هو ملوش الاحقيه دي لا على حد مشهور ولا على حد قريب منه. طب هو بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده علشان يداري العيوب اللي موجوده جواه، ان انا مش لوحدي عندي عيوب، يعني هو مؤمن ان هو عنده عيوب او عنده نقص، مؤمن، فهو مش مبسوط مش سعيد، بيلاقي بقى انبساطه وسعادته انه يطلع غيره مع عيوب زيه. فعشان كده بيجي على الحتت اللي هي بيعتبرها نقط ضعف، مش شيء طبيعي ان الشريف منير لازم يشوف ان حد بي 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 بينتقد بناته بطريقه لاذعه. خصوصا ان الصوره يعني كانت عاديه جدا يعني برضو. طب ناخد هو بقى هو طبعا عاديه ومن حقه يعمل حقه ويعمل هو عايز هو بناته، ودي هويه شخصيه وملوش حد يعلق عليها، بس هو بيعمل كده عشان ايه؟ ليه شريف بقى منير مشهور؟ وليه غني؟ وليه عنده فلوس؟ وليه بيركب عربيات؟ نوع من انواع الحقد الدفين. طيب انا عاوز او عايزين نحصر المشكله والاجيال اللي جايه ما تطلعش بنفس الشكل. انا مش هتكلم عن الكبير او هرجع له بعد شويه، الطفل من وهو صغير ازاي ازرع فيه الجزئيه دي اللي هو ما تتنمرش على حد، كلنا نقائص، كلنا عيوب، اظبطها ازاي من الاول من بدري زي ما بيقول؟ هو اساس اي طباع في الشخصيه بتبقى جايه نتيجه التربيه، اي خلل في التربيه بيعمل خلل في السلوك، دي معادله معروفه عندنا جدا كدكاتره. المشكله الاساسيه في التربيه، يعني ممكن الام تقول كلمه واحده تطلع فيها بلاوي، يعني مثلا يجي يقول لها يا ماما انا عايز تجيب لي الموبايل الفلاني، ليه يا حبيبي؟ عشان خاطر ابن عمي جابه، خلاص اديني فرصه وهجيب لك احسن منه، هي قالت جملتين كلمتين بالظبط. كلمه احسن دي علمته انه يبص لحاجه غيره. وان يحسدوا عليها
وانه يجيب الحاجه الجديده مش هو محتاجها عشان يتكبر بيها او يتمنظر بيها على اللي قدامه. وبالتالي علمته كمان حته ان هو يتمنى زوال النعمه من اللي قدامه عشان احسن، علشان احسن. يعني بديت لو ماما جابتليش احسن منه يبقى هو يحن عندك، يتسرق، يضيع، يقع، يتكسر، ايا ما يكون. فطلعت عنده حته ان حته في حته مقارنه دائمه بيني وبين اللي جنبي، سواء بقى في فلوسه، سواء بقى في ناحيته الناحيه الدراسيه، لدرجه ان الامهات في التربيه بتعمل الخلل دوت ما بين الاخوات. انت اخوك بيجيب درجات عنك فهو اشطر منك، فبيطلع عندهم بينهم غيره وبينهم حقد وبينهم ان هو ايه يبدا يأسفن اخوه، يأسفن يعني بيبدا يقول لها ايه، بصي لا ده قال كذا من وراكي، بصي ده مش حافي، يبدا يركز على نقطه الضعف اللي فيه عشان يظهر، يخليه يظهر بصوره سيئه قدام مامته. ما ده اللي بيحصل في المجتمع دلوقتي. طيب انه انا بظهر عيوب اللي قدامي عشان خاطر ايه؟ لا هم مش امل قوي للدرجه دي يعني، سواء طيب. فلان او فلان او فلان. طيب دكتور هايدي، يمكن لو كلمنا عن الاطفال تحديدا، يعني يمكن قبل ما بيدخلوا المدرسه ويحتكوا بالعالم الخارجي بيبقى عندهم العالم الصغير بتاعهم اللي هو مقتصر على مامتهم وباباهم وقرايبهم ولعبهم والحياه الصغيره بتاعتهم. بعد ما بيدخل المدرسه بيحتك باشكال وانواع كثيره، الابيض ويعني اسمر البشره والتخين والرفيع والطويل والقصير وهكذا، في اشكال كثيره جدا وفي شخصيات مختلفه كمان، يعني كل طفل ليه اسلوبه حسب تربيته في البيت. ازاي اقدر اوعي الطفل قبل ما يحتك بالعالم الخارجي انه خد بالك في فروقات، في اختلافات، انت ابيض بس ممكن زميلك اللي قاعد جنبك يبقى ذو بشره سمراء، انت رفيع بس ممكن زميلك اللي عندك اللي جنبك يبقى عنده او تخين شويه. ازاي اقدر اعرف الطفل من صغره انه في اختلافات في العالم الخارجي؟ باني احطه مكان الشخص ده، باني احكي له قصص كتير، بانه لما يجي يحكي لي موقف حصل في المدرسه ان شاف مثلا زميله اتريق على زميلته عشان بصيتها سوداء او كده، وانت تخيل لو انت كنت مكانها كان هيبقى رد الفعل عليك ايه؟ كنت هتتوجع، كنت هتبقى متضايق، كنت هتعيط زي ما هي عيطت. اعيشه الموقف، احطه في نفس الحاله النفسيه اللي الشخص اللي تم انتقاده اتحط فيها. فلما البني ادم يستشعر الوضع دوت هيبدا يخاف، انه بطلع عنده حته الضمير. عشان كده تلاقي في ناس لما اصحابهم يتحرجوا قدامهم يلغوش على الموضوع عشان يضيع احساس صاحبه، ده بيصبي كويس. وفي واحد تاني بيحاول يطلع عيوب صاحبه قدام الايه؟ الباقيين، ده شخص مش متربي خالص. دي جايه نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا بحكي قصص كتير في السن الصغير، بحكي قد ايه المواقف دي وحشه، احط نفسي احط ابني في الوضع اللي لو صاحبه او زميله موجود فيه. المشكله ان الامهات دلوقتي كلها ما بتربيش، بتسيب قدام التلفزيون والعيال تصبى لوحدها، فيطلعوا عندهم ايه؟ ده شاف صاحبه بيتريق على صاحبته او على زميلته بيتريق زيه وخلاص. ويرجع يحكي الموضوع ده لمامته، ده ايه حكى لها؟ بيلاقي تعليقها ايه؟ ايه ده هي سودة قوي كده؟ تستاهل. مش بتلاقي تعليقات كده؟ يبقى المشكله اساسا تكمن في ايه؟ تكمن في ان الام والاب ما بيربوش، الابن جاي لهم عند ربنا صفحه بيضة وهم اللي بوظوا شخصيته بايديهم، ان هم ما تابعوش. التربيه دي شيء مش سهل جدا، التربيه دي شيء صعب جدا جدا جدا. فكل صفه بتظهر في الطفل بتظهر نتيجه ابوه وامه. انانيه بقى، حقد، غل، كذب، عند، سرقه، كل ده جاي نتيجه التربيه. طب هنخلينا شويه مع الناس اللي بتتنمر. احيانا بنلاقي شويه تعليقات بعدين التعليقات السلبيه بتبقى اكتر. الشعور الجمعي بيزود ده ولا دي ملهاش علاقه؟ يعني هل كل الناس اللي بتتنمر لمجرد ان هي عارفه ده او عامله ده عن قصد، ولا شافت مجموعه من التعليقات فبتكمل عليها؟ لا، انت لما تبص في التعليقات يا عمو هتلاقي في تعليقات كلها مثلا سلبيه وماشيين مع الموجه وبيهزقوا او بيقولوا نفس الريتم، وفي ناس بيقول لك ايه؟ اتقوا الله، كل واحد حر، عيب، ما ينفعش تقول كده. ففي تعليقات سلبيه وفي تعليقات ايجابيه. التعليقات السلبيه بتبقى عامله زي الماجنت، الشخص الوحش بدا التعليق سلبي فجذب الناس الوحشه اللي زيه فبيهيصوا بقى، يعني عارف اللي هو ايه؟ لقوا مكان جميل، مكان خاص، والدنيا فاضيه والناس عندها ملل وفراغ، واساسا هو مش متربي، فدخل بقى ايه؟ يتكلم على بنات شريف منير، بيتكلم على اخت محمد رمضان، بيتكلم على هاله شيحه، بيتكلم على كذا على كذا، ولو مش فاضي ممكن يتكلم على نفسه على فكره. ليه؟ لان هو ايه؟ واحد متخلف عقليا، عنده عضله نقص وعنده وقت فراغ.
لكن في ناس بابا ده ما بيجذبهمش. ليه؟ لان هم متربيين وعارفين كويس قوي ان انا ليا حد. حد بقى ديني وحد اخلاقي وحد اجتماعي وحد ان انا حتى بحترم نفسي ان انا ماليش ان انا اعلق على حد، لان في فرق بين النقد والتجريح. النقد لما يطلب مني ان انا انقد الشخص اللي قدامي، ولو نقدته حتى انقده باسلوب مهذب. التجريح بقى ان انا اطلع فيه العيوب وانقده بشكل جارح. للاسف في ناس كتير جدا بتسلك مسلك التجريح وبتشوف ان ده في سعادتها، دي نفوس مريضه. وللاسف يا دكتور يمكن كمان ناس كتير قوي بتنتقد المشاهير ولكن بيتابعوهم بشكل كبير جدا، يعني ما بيفوتوش صوره، ما بيفوتوش لايف ليهم، بيتابعوهم بشكل مكثف. حتى المؤثرين الانفلونسرز اللي بنشوفهم على تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفه، برغم ان الناس بيبقى عندهم ملايين المتابعين، الا انه نفس الملايين دي بينتقدوا الناس او المشاهير على تصرفاتهم وافعالهم لما بيتشهروا اكتر. المشاهير دولت ناس طبيعيين جدا زينا، من حقهم يعيشوا حياتهم بالطريقه اللي تعجبهم. لازم يحطوا في دماغهم ان هم بيعيشوا حياتهم، وفي الاول وفي الاخر اللي بيحكم عليهم هو ربنا سبحانه وتعالى. الناس ادت نفسهم حقيا ان يحكموا على غيرهم علشان في عندهم مشاكل نفسيه. فلو الشخص اللي بينتقد دوت حط في دماغه ان اللي قدامي ده مريض نفسي، مش هيلتفت له. مع اني سبورت جدا اللي هيعمله شريف منير ان يقضيهم قانونيا، لان في شعوب او في يعني نفسيات ما ينفعش معاها الا الوضع المادي او الوضع القانوني، فاهمه قصدي ايه؟ ما ينفعش معاهم حته انك انت عيب ودي مش اخلاق، هو اساسا بتتكلم بلغه هو ما يفهمهاش، هو ما اتعلمهاش. بتتكلموا في الاخلاق، انت كده بتتكلم انت صيني، هو اساسا بيتكلم هندي، يعني بتتكلموا لغتين مختلفتين. فاللغه اللي بيعرفها كل الشعوب هي لغه العقاب او الردع القانوني. يعني حضرتك شايفه العقاب الانسب للرد على التعليقات السخيفه او السلبيه على السوشيال ميديا هو الرد القانوني، ولا في ردود ثانيه برضو ممكن تتخذ؟ لا، الردود الثانيه انا ما بحبهاش. يعني ما ينفعش انا النهارده كل واحد فينا طبعا متربي كويس وكل حاجه، يعني لا ممكن يبقى تجاهل، حذف تعليق مثلا، حذف تعليق. التجاهل بيبقى حلو وكل حاجه، بس اللي قادر عليه مش كل الناس بتقدر تتجاهل. في ناس تكبت في نفسها في حصلها امراض عضويه او كده. لا، هو مش من حقي عشان عايز اعيش حياتي ان انا ده يعلق عليا وده يعلق عليا وفي الاخر انا افضل اكتم في نفسي. لكن لما يكون في وضع في المجتمع زي دلوقتي موضوع الموت، مش هيربط الحزام مخالفه كذا، المعرفه هتلاقيهم كلهم ماطيين الحزام، كلهم ماسكين الكمامه، وكلهم ماشيين زي الالف. ليه؟ مش هيدفع. نفس القصه، المشهور ده من حقه انه يعيش حياته، هو مش مشكلته او ضريبه نجاحه ان هو ما يعرفش يعيش حياته يا جماعه. يبقى الصح ان اي حد يجرح فيه على السوشيال ميديا بقى او على الملأ يبقى قضيه سب وقص. طيب احنا قلنا يا دكتور جزئين، الجزء الاول هو البيت والتربيه، الجزء الثاني هو القانون. والحقيقه يمكن اعتقد انه الامهات لما هتاخد بالها شويه، والقانون هو مفعل عندنا من زمان، وناس كتير بترفع اللي هو قضايا سب وقذف والحاجات دي، يعني الموضوع مش جديد علينا ودارج. هل في اليات ثانيه نقدر نحجم بيها الظاهره دي؟ يعني لو قسنا ظاهره مماثله زي ظاهره التحرش مثلا، في قانون وفي تربيه وفي كمان الاصول والشارع والعادات التقاليد، وبرضه لسه بنحارب، ففي اليات تانية تساعدنا اكتر؟ هو اكتر اليات بتنفع مع عموما على كل زمان ومكان هو انك تحط قوانين. اللي هيلتزم بالقانون هو في السيف سايد، اللي ما التزمش بالقانون هيتعرض للعقوبه. الفتوى اللي جت فيها الناس بتتكلم في السياسه هتلاقي في حبس السجن، كله قفل بقه، صح؟ ليه؟ ان كان في ناس بتتكلم وهي مش فاهمه حاجه. وبتعلق وبتقول وخلاص وبتهز في الهيصه والدنيا بتولع اكتر والبيوت بتتخرب ولا حاجات بتحصل مهازل. نفس القصه بتفرض عقوبات الناس التزمت. الام اللي تعرف ان قبل ما ابنها كان بينزل البيت هي كانت بتفتح بقك ولا تتكلم في السياسه ولا حتى لقيت حد يتكلم في السياسه تسيبه ويمشي. مش كانوا بيقولوا كده؟ نفس القصه، لو النهارده لو حصل اي سب وقذف او اي كلمه خارجه تتقال كتعليق او كنوع من انواع التنمر على اي فنان او على اي حد حتى شخص عادي، هيبقى عليها عقوبه مثلا 10,000 جنيه. هيحصل ايه؟ محدش هيتنمر ومحدش هيحط عليه تعليقات سخيفه. كل ما يكتب كومنت هيخد باله كويس قوي هيفكر اي نوع من انواع التجريح ولا لا. صح.
ليه؟ لانه هو هيتعور، لكن هو دلوقتي ماشي مبدا ايه؟ انا اعور وما بتعورش. فبالتالي ماشي بقى ايه؟ سايق في خلق الله. ايه قاعد فاضي بقى فبيتسلى، لكن لما لقى نفسه ان هو هيتعور سواء بقى بحج بحبس او سواء بغرامه ماليه او باي ما يكون هيتعاقب هيلم. يعني نقدر نقول انه اللجوء للقانون والعقوبه الماديه بتبقى يعني احسن حل للقضاء على ظاهره التنمر. انا انبسطت جدا ومن خلال البرنامج بتاعكم انا باكد على الشيخ منير انه يكمل في الدعوه القضائيه بتاعته للاخر، لان هي دي هي هتبقى الستارتنج بوينت بتاعه اي حد يجرؤ انه يفتح بقه على اي حد. واحنا طبعا بنحييه برضو على الخطوه دي وبنشجعه عليها يعني طبعاً. ونتمنى ان شاء الله ان الظاهره دي تختفي يعني من المجتمع بتاعنا ان شاء الله. شكرا لك دكتور هايدي القاصد. بنشكرك شكرا جزيلا، نورتينا بمعلوماتك وبحضورك معانا، ان شاء الله تبقى موجوده معانا كمان في انبوكس ان شاء الله. يعني هي شجعت شريف منير على القرار اللي اتخذه او الخطوه اللي اتخذها، زي فنانين كتير دره كمان عملت كده، شجعته ليلى علوي، كريم محمود عبد العزيز، ونسرين امين، وهنا الزاهد، وداليا البحيري، وكند علوش، وكارمن سليمان، وغيرهم كتير كمان من الفنانين سواء ابناء الوسط الفني او حتى من خارج الوسط الفني، كانوا مشجعين جدا حركة الفنان شريف منير. وكمان هم شكلهم يعني هيدخلوا كمان زي ما قالت الدكتور لو حصلت لهم اي مشكلة من النوع ده هيتعاملوا كده. وفي كمان كان زميلنا صحفي كان كاتب مقال على كان مجمع كده كل الفنانين اللي تم التنمر عليهم الفترة الأخيرة، وكان بيقارن بين كل تفصيلة رد فعل كل واحد، كان بيتكلم كان عاجبه جدا فكرة التجاهل الفظيع لراني يوسف. هو كان بيقول ان دي فنانة اكتر واحدة عرفت تتعامل بالتجاهل مع الجمهور. والتجاهل انا شايفة انه هو اما الردع القانوني او التجاهل، هما اسلم حلين لتجنب التنمر الالكتروني. خلينا نعرف رأي احمد معنا على التليفون في ظاهرة التنمر الالكتروني. منورنا يا احمد، ازيك؟ يا نور ازيك نوران، ازيك عامل ايه يا احمد؟ سوري معلش، ازيك؟ ازي يا عمر عاملين ايه؟ انا كويس، قولي له ان انا كويس، قولي له ان انا، ما هو بيقول لك ازاي يا عمر عامل ايه؟ عمر كويس. قول لنا بقى انت ايه رايك في ظاهره التنمر الموجوده على السوشيال ميديا واخرها يعني وقعه طبعا الفنان شريف منير، وان هو يعني هيتخذ اجراء قانوني ضد المتنمرين؟ يعني انا بشوف ان الحاجات دي كلها بصراحه يعني تخاف، يعني الموضوع كله هو موضوع ملوش يعني ملوش اي يعني، هو يعني مثلا كموضوع زي الفنان شريف منير او كده انا شايف ان الصوره ما فيهاش اي حاجه اصلا. انا برضه ليه اتعمل يعني ليه اتعمل كل الموضوع ده وليه؟ وبعدين دول اطفال، ففي يعني ايه اللي يشغل الناس في حد ينزل صور ولاده وفي حد ينزل صور يعني ايه اللي حصل؟ طب ما تخلينا انا اسالك السؤال ده، هو ايه ليه الشخصيه اللي شافت الصوره دي فيها مشكله؟ هو هي كانت شايفه ايه؟ انا مش عارف هو شافها ازاي، يعني مش عارف هو شاف ايه؟ هل هو شاف حاجه غير اللي احنا شفناها ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني فاهمني؟ يعني مفيش جدل اصلا في الموضوع، يعني مثلا زي ساعات مثلا يوسف والفساتين زي مثلا ساعتها بيبقى في جدل، في ناس موافقه في ناس مش موافقه، في ناس شايفه ان ده اوفر، لكن هنا مفيش موضوع اصلا. وحتى والله يا احمد يعني حتى لو في حاجه مثيره للجدل على السوشيال ميديا مش من حق برضو الناس ان هي تصدر احكام. لا هي مثيره للجدل يعني مش للحب. هو مثيره للجدل يعني، ولكن هو مش علشان حد مشهور مثلا او حاجه فخلاص ان بقى حياته حكر على كل الناس تتدخل فيها، يعني دي برضو الناس مش فاهمه كده. طيب احمد خليني اسالك كده، انت لو اتعرضت، هل انت اتعرضت لمواقف تنمر على السوشيال ميديا؟ ولو حصل لك موقف زي ده انت هتتعامل معاه ازاي؟ هتواجهه ازاي؟ هو انا اكيد هتاثر بس مش هرد، لان في الاول في الاخر كل واحد بيفضل مقتنع باللي في دماغه. فانت مش هي يعني مش هتستفيد اي حاجه غير ان انت تفضل ان انت تقعد يعني تبيت مع الناس في حاجه وكانك بتحفر في ميه بالظبط، وفي الاخر كل واحد هيفضل هو في دماغه في دماغه فخلاص بس. يعني هتتجاهله. بالظبط، مش هعمل له اي حاجه خالص، خلاص مش ده حضرتك مش كده خلاص شكرا. ولا بلوك؟ هتتجاهله وتسيبه ولا هتعمل بلوك؟ بص هو احيانا البلوك بيبقى انت كده اديت اهتمام للشخص اكتر من اللازم. لكن لما تسيبه زي ما هو كده اللي هو موجود زي كانك مش موجود. فاهمني؟ انا بصراحه من انصار المدرسه دي. اللي هو انت موجود بالظبط، انت بالنسبه لي انا يعني هعاملك كانك شفاف. فاي شويه من اللي انت عايزه، لكن لما اعملك بلوك انا كده بدي لك اهتمام اكتر من اللازم. انت بتلعب على مراره الاخر.
او على نفسيه الانتقام. الانتقام الانتقام بالبطيء فاهم. يا ساتر، لا يا عم ربنا يبعدنا عن الانتقام. احمد نورتنا واسعدتنا في ايم بوكس، ان شاء الله تبقى موجود معانا كتير، اتصل بينا بقى كتير. يلا يا جماعه الارقام قدامكم على الشاشه ولا ايه؟ ايوه طبعا. يمكن ده حل احمد قاله، انه التجاهل برضو حلو، ان انا اتجاهل التعليقات السلبيه، وفي فنانين كتير بيعملوا كده، انه انا اتجاهل الشخص اللي قدامي فيبعت يبعت ويفضل يكتب يكتب لحد ما بيفقد الامل تماما وبيسكت. ممكن بقى ان هو يبطل يهاجم الفنان ده، او يبطل يهاجم اصلا على السوشيال ميديا. يمكن دي تبقى حاجه رادعه شويه للناس اللي بتاثر بشكل سلبي على حياتنا وتصرفاتنا. كده احنا فقرتنا خلصت، نطلع لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا دكتور خالد فريد ومنة طلاع صام الدين، مصورة محترفة، عن عشان يكلمونا عن مبادرة قد التحدي، وهي لتعليم المكفوفين فن التصوير الاحترافي. خليكم معنا. جايبة كل الناس ومحافظة عليهم وعلى تواجدهم، شكل جيد جدا في السوق بتاعتي. هرس 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 بتشوف دكتورة. لا انا كده مصورة دايما كتير. قد التحدي، قد التحدي يمكن اتكلمنا كتير عليها قبل الفاصل، وشفتوا من شوية جزء من المبادرة اللي كانت موجودة في اسكندرية. طبعا الموضوع كبير جدا بتفاصيله كلها، ازاي بتخرج صورة، ازاي بظبط الضوء، ازاي بوقف حد. الناس معاها موبايلات في البيت ما بتعرفش تصور بيها، وبنشوف الصور على السوشيال ميديا كتير. علشان كده احنا معانا النهاردة خالد فريد، مؤسس مبادرة قد التحدي لتعليم المكفوفين فن التصوير. منورنا جدا جدا جدا. اهلا، شكرا جزيلا. ومعانا كمان منة طلاع عصام الدين، مصوره محترفه. منورانا يا منة. اهلا بحضرتك. والكاميرا بتاعتها كمان. اه مسميها الكاميرا بتاعتك اسم ولا كده؟ لسه ما سميتهاش. لا لسه. اه لا تسميها لازم. لا لسه. منورنا يا دكتور. ميرسي ليك. مبدئيا يعني انا بحيي حضرتك جدا على المبادره دي، مبادره قد التحدي، مختلفه ومتميزه جدا، وفعلا بتدي للناس امل. مبدئيا خلينا ناخد الموضوع من البدايه، ايه اللي خلى حضرتك تفكر في مبادره زي دي لتعليم المكفوفين فن التصوير الاحترافي، اللي هو بيعتمد في البدايه على او في الاساس على حاسه البصر؟ تمام. هو في، انا من عشاق السينما، وبحب قوي اطلع من كل فيلم بحاجه. طبعا الشيخ حسني ده رقم واحد. كتكات. انه انا عايز اسوق فيسبا. احساس رهيب لو الناس قدرت تستوعبه. الفيلم الثاني عمرو عبد الجليل في صرخه نمله، لما بيقول احنا ممكن نعيش نمل ونموت نمل ومحدش هيحس بينا. دول اكتر حاجتين يهزوا اي بني ادم بشكل مباشر، انه لا انا مش عايز اعيش واموت كده، وعايز يبقى لي حاجه اذكر بيها فيما بعد. ده كان الاساس. الحادثه اللي خلتني لازم اتحرك في 25 يناير، لما كان لينا زميل واحنا واقفين جنب بعض فجأة فقد عينه. فتخيلت نفسي مكانه، طب ايه اللي ممكن يبقى حاصل لو ان انا اللي حصل لي ده؟ طيب انا راجل مهندس، ممكن يبقى شغلي في الهندسة يغنيني عن التصوير، لكن لو انا اكل عيشي التصوير، لو مهنتي التصوير وفقدت عيني، ممكن اعمل ايه؟ الحقيقة كانت المعادلة معقدة. صح. جدا معقدة جدا. من يومها وانا بشتغل على ازاي نمزج ما بين الهندسه وحب التصوير او فن التصوير. طلعنا شويه معادلات، والمعادلات دي بقت هي المعيار بتاع ازاي الكفيف يصور. والموضوع ما كانش بالنسبه لي معجزه، يعني انا حاسس ان الموضوع طالما حابب حاجه اكيد هتوصل لها. اكيد. بس منة طلاع عصام الدين، عاملة ايه الاول؟ الحمد لله. عايز اعرف عندك كام سنة وبدأت الموضوع ده ازاي؟ انا عندي 27 سنة. تمام. لسه مكملهم من كام يوم. ما شاء الله. اخرك 18 على فكرة. سنة طيبة. بس اخرك 18 بالمناسبة. زي بالظبط. وزي انا كمان.
انا والدي الله يرحمه كان عنده كاميرا وكان بيحب يصور وكده في خروجاتنا في خروجاتنا وكده. انا كنت باجي امسك الكاميرا الصوره عندي ما كانتش بتظبط تماما تماما خالص، وكانت على طول بتبقى مهزوزه وكده. مبدئيا انا كان نظري قوي عادي جدا وكنت مبصره عادي جدا، وبعد كده لغايه ما اتخرجت، وبعد كده بقيت ضعيفه بصر وقعدت من المكفوفين الحمد لله. وبعد كده الحمد لله على كل الحمد لله طبعا. وبعد كده راح كنت يعني برضو رجعت تاني لموضوع التصوير وحبيته، بس اللي هو بعد ما بقيت ضعيفه بصر اللي هو لا خلاص اللي هو ما فيش امل. فبعد كده بقى جت صحابي قالوا لي لا ده في بابا خالد بيعلمنا تصوير ومش عارفه ايه وكده، تيجي معانا. قلت لهم يا ريت يعني انا اتمنى. فادوني الرقم وكلمته، وطبعا هو رحب ويعني ربنا يبارك له ويخليه لينا طبعا. فيعني علمني وكده والحمد لله حلو قوي. طيب دكتور خالد خليني ابدا مع حضرتك بقى عن المبادره، نتكلم اكتر عن قد التحدي. ايه هي الاساسيات اللي حضرتك بتعتمد عليها في تعليم فن التصوير؟ هو الحقيقه احنا لينا شرطين اساسيين. الشرط الاساسي الاولاني انه يكون كفيف، ما يكونش عنده نسبه ابصار يقدر بيها يميز الاشخاص او الحاجات. الحاجه الثانيه انه يكون عارف ان هو كفيف، يعني من جواه مقتنع بانه انا كفيف، ما عنديش حته انه انا محتاج حد يساعدني، انا محتاج حد يوديني ويجيبني. لا، انت حابب انك انت تبقى واخد السلوجن بتاع قد التحدي، انت فعلا هتبقى قد التحدي. بالمناسبه انا كنت بتفرج على الفقره الاولانيه الخاصه بالتنمر، وكان نفسي اقول انه جزء من التنمر صادفناه في شغلنا، انه يعني كفيف خلاص هو ضاقت بيك الدنيا هتعلمه التصوير. ده نوع من انواع التنمر يعني بعتبره اشر انواع التنمر. وبالنسبه لي انا دايما بحب اخد الحاجه العكسيه. الحاجه العكسيه بمعنى انه ده الدافع اللي خلى كل يعني الحمد لله من فضل ربي عليا، يعني كل الناس اللي اشتغلت معايا او كل الناس اللي خدوا الورش النهارده عندهم القدره ان هم ينزلوا سوق العمل. عندي حد تحديت بيه في شغلي وخليته يصور ايفنت ونزلته على انه ده تصويري والناس ما فرقتش ما شاء الله. يعني الحمد لله عايزين نثبت بشكل او باخر انه يا جماعه الكفيف مش بالضروره انه يبقى شيخ حسني ولا يبقى الشخص المتسول ولا يبقى الراجل بتاع اللي بيحفظ قران ويحفظ قران بس. لا، الكفيف يقدر يعمل حاجات كتير. ويعني اعظم دليل طه حسين بالظبط، يعني بالظبط وعمر الشريعي وسيد بكاوي وفي ناس كتير جدا يعني يستحقوا مننا ان احنا نبص لهم بعين مختلف، نغير الصوره النمطيه السيئه عندنا. دي قامات، ده احنا يعني لما الناس اللي احنا بنتكلم منه عليهم دول الاصحاء حتى ما عرفوش يوصلوا لمقاماتهم. هرجع لك بقى يا منى، قولي لي بقى اخذتي كام وقت قد ايه علشان تبقي مصوره محترفه وتعلمتي ايه؟ هو بابا خالد علمنا مسكه الكاميرا من البدايه. يعني الاول ادانا الكاميرا، وقبل ما يدينا الكاميرا اصلا ادانا جسم شبه الكاميرا بالظبط، بس مش الكاميرا عشان ما تقعش مننا وكده. في البدايه وعلمنا ازاي ماسكتها وحركه العدسه بتبقى ازاي وكل زرار ايه هو وبيشتغل في ايه. وبعد كده مسكنا بقى الكاميرا نفسها وخلينا بقى نجرب التجربه عملي. والحمد لله يعني لولا كورونا كنا كملنا، بس ان شاء الله هنكمل. ان شاء الله مفيش حاجه وقفت باذن الله. باذن الله مفيش حاجه هتوقف وهنكمل برده. وباذن الله على ايد بابا خالد ان شاء الله هنبقى طيب. انت خليني بقى مع منى اسالها سؤال كده. في ناس في البيوت والله مش بتبقى عارفه تصور ازاي، يعني الاساسيات اللي ياخدوا بالهم منها ايه؟ تمام. الاول المفروض ماسكه الكاميرا بتبقى المفروض اساسا، يعني الكاميرا المفروض بتبقى مظبوطه كده، الواحد يلبسها الاول والمفروض بيمسكها بالصبعين دول الابهام والسبابه. بيمسك الثلاث صوابع الباقيين، بيمسك جسم الكاميرا الناحيه دي كده، وزرار الابهام بيبقى على الفوكس، وزرار السبابه بيبقى على زرار اللي هو اللقط. تمام. والايد الثانيه بتبقى على شكل هلال،
عشان نمسك بيها العدسه من تحت هنا عشان نظبطها. وبعد كده بقى انا ككفيفه بقوم بظبط الكاميرا من الزاويه دي كده على حواجبي علشان اعرف اظبط زاويه الكاميرا والصوره اللي حواجبي. الميزان الافقي للكاميرا. لكن بقى المبصر المفروض بيبص على العدسه من هنا. العدسه من هنا. خدوا بالك علميهم علميهم والله. العدسه من هنا. حلو جدا. ده المبصر. لكن الكفيف بيحط حواجبه من فوق هنا يعني. الزاويه اللي فوق العدسه على فوق. بتقولكوا على كل الاسرار علشان كده. كده ايوه اسرار الشغل. يمكن في ناس كتير يعني مبصره لكن تصويرها ما بيبقاش ملهم او بيبقى احترافي يعني بشكل كبير. طب قبل ما اروح لحضرتك يا دكتور منى، هل صورتي حاجات كانت مميزه خلال فتره المبادره؟ انا كان صورتي اشخاص كتيره من زمايلي وكده، وكان برضو بابا خالد كان بيعلمنا ازاي نصور الطبيعه وصورنا الحدائق وكده، فيعني الصور دي أنا اكيد حلوه وجميله زي ربنا يعينك. انا بعتز بيها حبيبتي. طيب دكتور انا معانا على التليفون دلوقتي علاء الباشا، عضو في مبادره قد التحدي. علاء مساء الخير. علاء منورنا يا علاء. مساء الخير. مساء الخير. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. كلمني يا علاء بقى عن المبادره، طبعا احنا معانا المهندس خالد ومعانا منى. طبعا. كلمنا بقى عن المبادره وعن اللي بتعمله بقى في مبادره قد التحدي. هو الباشمهندس خالد احنا تعرفنا عليه في المبادره نفسها، وكان يعني مبتكر للفكره وقائم بيها، وقدر بالفعل يساعد أصحاب الهمم إنهم يوصلوا بالتصوير الفوتوغرافي لمساحة تانية والمرحلة مختلفة، وكان ليه تجربة هامة عندنا هنا في اسكندرية. كانت ورشة اسكندرية. ورشة اسكندرية؟ الأستاذ علاء عامل نادي اسمه نادي عدسة في اسكندرية. تصادف وجود التدريب العملي، لقيت أكتر من حد معاه كاميرا، فسألتهم قالوا لي إحنا مع مجموعة اسمها مجموعة عدسة بقيادة طبعا الفنان علاء الباجة، اللي الحقيقة كان من الداعمين بقوة. أكتر حد ما كانش متنمر بينا وكان يعني متفاعل مع الموضوع، طلبت منه بشكل يعني سريع جدا ومفاجئ، قلت له عايز أجمع الناس دي كلها وأصورها. فوافق على يعني بشكل الحقيقة جميل جدا، وكان دافع جدا، وكان يعني باور غير طبيعي، ساعدنا في انه الفكره تنتشر في اسكندريه بشكل كبير. عملنا بعديها ورشتين ثلاثه الحمد لله لاقوا نجاح، وفتح لنا المجال انه نشترك في نادي عدسه، وخلى الاشتراكات مجانا لاولادنا المكفوفين. فالحقيقه انا يعني بشكره جدا على الهوى انه الله يخلي حضرتك احد الداعمين بقوه. طيب يعني بما ان حضرتك يا استاذ علاء احد الداعمين بقوه في مبادره قد التحدي، ايه الخطط او الافكار اللي ممكن تساهموا بيها وتشاركوا بيها في المبادره عشان تسهل اكتر عمليه الورش التدريبيه للاشخاص؟ هي الفكره من البدايه ان المبادره نفسها تثير دهشه المصورين، لان احنا بنعتمد في التصوير طبعا على حاسه البصر، فمعنى ان المكفوف يقدر يطلع صوره والصوره ناجحه وهو يفتقد لحاسه البصر، دي كانت حاجه صعبه جدا. ففكره المبادره اللي الاستاذ خالد عملها قدر يثبت ده، وبدا يساعد كمان المكفوفين ان هم ممكن يوجهوا ده انه يعمل بزنس او يشتغل بالتصوير، يعني بدا يعمل تجارب، ان بدا المكفوفين يفهموا يعني ايه تصوير منتجات، يفهموا يعني ايه تصوير اشخاص. فالفكره كلها اللي هو اوجد لنفسه مساحه خلتنا نشوف بعينهم اللي هي مش موجوده، فدي كانت مبادره يعني خطوه هامه جدا. وطبعا دي يعتبر يعني مش عايز اقول ما اتكررتش في العالم في اماكن كتير، يعني انا مطلع على كوميونتي المصورين على مستوى العالم، فدي مبادره هامه جدا وبالفعل تستحق الدعم عشان نقدر نوصل ان احنا نقدر نساعد كل اصحاب الهمم المكفوفين انهم يقدروا دي تبقى وسيله للتعبير بالنسبه لهم، بالاضافه اللي هي ممكن تبقى بالنسبه لهم بعد كده يعني مهنه او حرفه ممكن يشتغلوا بيها. احنا بنحييك جدا وبنشكرك يعني والله احنا اسهاماتك فنان علاء الباشا، احنا بنشكرك شكرا جزيلا لتواجدك معانا، وبنشكرك لتواجدك في المبادره. والله احنا مش فرحانين بيكم، احنا فخورين بيكم حبيبي، وبنتباهى بيكم فعليا. ربنا يبارك فيك. الافكار الابداعيه والحاجات اللي بتكسر القواعد دي وبيبقى فيها نجاحات، احنا يا منى فرحانين بيكي جدا. ربنا يبارك. وعايز اسالك تاني بقى، بتحددي مصادر النور ازاي؟ او الحاجات كمان يعني
هاخد منك بقى سر الطبخ زي ما بيقولوا. خلينا نتكلم عن تصوير المنتجات مثلا، وده اصعب انواع التصوير. تمام، انا الاول بشوف المنتج اللي انا هصوره وبوصل ليه، وبعد كده لو معايا عصاية بتاعت المكفوفين بحددها بظبطها على زاوية العدسة، وبعد كده او لو مفيش معايا العصاية بحط جنبها مصدر صوت، موبايل بقى شغال، كاسيت صغير ايا يكن، وعلى مصدر الصوت باخد اللقطة، بظبط الزاوية وباخد اللقطة. طب تقدري تاخدي لنا لقطة؟ اه يلا بينا. اه طبعا. تمام. هو انا بس عايز استاذنكم ان احنا نبقى يعني نقرب اه يعني لو ده متاح، انا مش عارف هيبقى الدنيا صعبه شويه. احنا ممكن طيب اتصوري يا عمرو لا خلاص بصي يعني المخرج بيقول لنا اقول لها هو آه ممكن اتصور انا والنوران بس. طيب ماشي، اتصور انت والنوران بس. اه يعني انا كده انتوا مش عايزين نتصور معاكم. طيب خلاص انا انتوا شريرين. طب ليه شلت كمان الكفر بتاع الكاميرا؟ اه انا شلت الكفر. تعالى يا باشمهندس كده معانا. اه اسمح لي نتصور. طبعا يلا يا توتا. لحظة واحدة بقى. اهي متحددنا. ايوه حاسبي عشان في مج وراكي. خلاص انا اهو، انا طويل، انا قصير. ممكن الطويل يبقى في النص؟ لا نقعد بس عشان ماشي. طيب ماشي، ايه اللي تؤمر بيه؟ احنا مش هنقدر نقول لك اي حاجة، اللي تؤمري بيه. حاضر يا باشا. يلا ايوه ده الارتفاعي. ماشي وانا طبعا الطويل انت عارف فين. طبعا هتشوفوا الصوره دي يعني بعد الهوا، هتشوفوها على الصفحه وهنتابعكم. لا وتابعوا منا يا جماعه، منا يعني ما شاء الله من المصورين. انا عايزاكي تعملي لي فوتو سيشن مبدئيا. طبعا اه ماشي. يلا يا جميل انا اهو. يلا انا عايزه صوت. انا اهو انا اهو معاكي. لا عايزه صوت دكتور خالد اللي في النص. حاضر يا فندم. اللي في النص عشان تظبط الدنيا. اه عشان اظبط الدنيا. اوكي يا حبيبي. يلا صوت. صوت وصوره ومعاكي. يلا بينا. يلا صوت كمان مره. حاضر حاضر انا اهو. عذبتينا. واحده كمان واحده كمان بسرعه. لا يلا تعذبينا زي المصورين ولا حرام عليك. طبعا لازم. حرام عليك. اكيد هنا في مصور وهيبقى عارف انه ده اللي بيحصل عادي. صوت تاني. حاضر. انا طويل. اه طيب. يلا صوت كمان. ايوه اهو معاكي. شكرا جزيلا. فرجيها بقى الصوره. اه هي جايه لك. لحظة واحدة. تمام خدي وقت. اللي تحت. لا هو تاني زرار من تحت اللي انت عارفاه. لا يا حبيبي تاني زرار في واحد اهو. ايوه انا طالع كويس. حلوة جدا. طيب احنا محتاجين بقى نخليها هي لوحدها على المونيتور. هي دلوقتي الصورة معانا. اتفرجوا يا جماعة على التصوير. صورة ما فيهاش غلطة. حلوة جدا. تسلم ايدك يا منى. ايه الشطارة دي والحلاوة دي. اتفضلي يا عمر. وخليتيني ساكت. انا ما حدش قدر يسكتني كل الفترة اللي فاتت. طيب يعني دكتور خالد تجربة حلوة جدا اللي احنا عملناها دلوقتي، بس منى خدت خطوات معينة عشان تقدر تاخد زاويتها او الكادر بتاعها في الصورة او في الكاميرا. قالت لحضرتك ان هي عايزه صوت معين منك طول فتره التقاطها للصوره. بالظبط. ليه؟ بصي حياتك، مبدئيا الفكره بتاعتنا مبنيه على ايه؟ مبنيه على ان كل عدسه ليها زاويه. اوكي؟ ده الهندسه. والزاويه دي بتحدد يمين وشمال الكادر. هي بتبتدي تختار العدسه، نوع العدسه، علشان تعرف الزاويه اللي هتصور بيها. وعن طريق الصوت بتبتدي تحدد الارتفاع بتاع الشخص، هو واقف ولا قاعد، باصص يمين باصص شمال، لانه برضو من بعض مع الاسف يعني حالات التنمر انه طب صوري وابص الناحيه الثانيه. اعوذ بالله من الناس. فهي تقول له لا حضرتك بعد اذنك بص لي وتتكلم معاه لحد ما تاخد الصوره بتاعتها علشان تثبت له انه هي شايفاه. شايفاه بقلبها مش شايفاه بعينيها، مش بالضروره انها تبقى شايفاه بعينيها. احنا عندنا المسافه لو حضرتك خدتي بالك هي عملت حركه خبيثه كده انها حطت رجلها عند رجلي علشان تقدر تحدد المسافه اللي هترجعها قد ايه. احنا كام شخص؟ 3 اشخاص. عرض الشخص تقريبا 75 سنتي، يبقى احنا كده تقريبا 2 متر، يبقى هترجع مسافه حوالي 2 متر ونص 3 متر علشان تقدر تجيب الفريم اللي يخلي الكادر بتاعها مليان مظبوط. دي الدراسات اللي هم بيتعلموها. تعلم نوع العدسه، تعلم الاضاءه، تعلم الالوان. يعني تقدر تقول لك دلوقتي الالوان اللي موجوده ايه. ودرست الالوان علشان تقدر تعمل سينوغرافيا، تقدر تعمل اضاءه مسرح، تقدر تعمل باك جراوند للاشخاص. يعني لو حضرتك لابسه لون معين لازم تتصوري على خلفيه شكلها كذا. تقدري تساليها على الالوان وتساليها على العدسات يعني.
زي اللي بيدرسوه في معهد سينما او فنون تطبيقيه. ما يختلفش خالص يعني خالص. عن فنون تطبيقيه ومجال التصوير. احنا بنحييك يا منى على اولا الصوره حلوه جدا، انا مستنيه تعملي لي فوتو سيشن. انا بتكلم بجد مش بهزر، انا بحب التصوير. خدي منها فلوس كتير، خدي منها فلوس كتير. ده شرف ليك. طب مجاني انا معاكم بقى، انا جاي في المجال. ليه في مصر لقضيه المراه، فانت مش هتسلك في الموضوع ده. اه انت في مصر كمان لقضيه المراه. وعندي استعداد من دلوقتي اي حاجه منك حلوه، ونتفق على جلسه تصوير، واي صور انت حابه تصوريها تبعتيها لنا هنا نعرضها لك من خلال إين بوكس. احنا بندعم المبادره جدا وبنحيي حضرتك على المبادره، مبادره هايله وعظيمه، وبالتوفيق يا رب دايما. والله نورتينا يا باشمهندس خالد، نورتينا جدا. مبادره قد التحدي دي اللي هي مبادره ما فيش مستحيل تقريبا يعني. ده صحيح يعني، وكل الاسماء القويه تحتمل انها تكون عنوان للمبادره. ربنا يكرمك وكل الناس اللي بتعلمهم دول، اكيد مش حاجه هتروح كده. يا رب يا رب يجعله كده. انا بس ليا كلمه اخيره في شخص حابب ان انا احييه على الهوى، وهو يعني الداعم رقم واحد والجندي المجهول. ان كان في نجاح ففي شخص ورا هذا النجاح، اسمه حنان علي سيد، زوجة حضراتنا. وهي الحقيقة بجد هي الجندي المجهول، هي اللي بتقدر توفر كل الإمكانيات الرهيبة. ممكن تبيع حاجات علشان يجيب عدسة اتكسرت. لما تبوظ مني عدسة ممكن، طيب انا هبيع مش عارف ايه عشان اجيب له العدسة من واديها له هدية في عيد ميلاده. احنا يعني بنوجه لها التحية وكل الشكر مدام حنان. ايوه. فريق إين بوكس بيسلم عليكي وبيحييكي ومزيد من التألق والنجاح ان شاء الله في المبادرة. شكرا ليك يا دكتور خالد. بشكرك يا منى حبيبتي، نورتينا. وان شاء الله على ميعادنا واتفقنا. ان شاء الله. شكرا. شكرا يا نوران. احنا لسه فقراتنا مستمره، بعد الفاصل هيبقى معانا إين بوكس بعد المداوله مع المستشار احمد فوزي حجازي، وهيكلمنا عن انواع الطلاق. خليكم معانا.